عسلامة بابا. مرحبا مرحبا. قد من روح؟ عبد السلام متقاعد 70 عام. منين عبد السلام؟ من تونس العاصمة. فين بالضبط؟ العمران الأعلى. العمران الأعلى. وفاش جيت تعمل؟ روتريتي موظف كنت. موظف دولة هكا. تعمل في دورة لنا؟ لا لا الحومة توا باش نمشي نطل على دارنا ونطل على أحبابي وأقاربي ونروح. شنو نسألك؟ في حومتك برشا ترشحوا في الانتخابات ولا؟ بحكم معناها الحملة الانتخابية معناها جديدة والواحد ما كانش فما إقبال كبير وما كناش نعرفوا شكونهم حتى المترشحين. عرفناهم على طريق الإعلام، عرفناهم على طريق الجرائد وعلى التلفز. ما كانش معناها فما الاتصال المباشر والديريكت ما لاحظتش. أمس مشيت انتخبت؟ لا انتخبت في الدور الأول. المترشحين بتاعك فازوا؟ فازوا وتعدوا. كيفاش شفتهم؟ اسكو هما مؤهلين انهم يكونوا ممثلين عليكم ولا؟ والله هما اثنين لقيت وقعد اختيار بالعاطفه ما نكذبش عليك. كيفاه بالعاطفه؟ بالعاطفه قعدت نشوف التصاور فهمت ولا وعديت. بتصاور اخترت؟ هاني قلت لك ما ثماش. اخترت بني ولد؟ لا هما زوج نساء. اخترت اخترت الاصغر؟ لا الكبيره. الكبيره مدينه؟ لا ولا لا فماش هذه لغة مدينة مدينة، الناس كل مدينين والناس كل مسلمين. وعلاش في حومتكم نساء ترشحوا رجالة؟ والله شو نقول لك هذا الكل يرجع للناس اللي لاهي بالشان السياسي مش في احنا ما مبادرات فردية بالأول. إي هاني قلت لك من المبادرات الفردية وهما الناس هذوما يخدموا رواحهم عندهم ثقة في رواحهم، كان ما عندهمش ثقة في رواحهم ما يتخدموش. وبالنسبة للمواطنين ما كانش فما الوقت الكافي باش يعرفوا العباد وباش يتصلوا ويحضروا اجتماعات عمومية كيما قبل وكيما جات الأمور مخالفة ربما طريقة جديدة وربما معناها ما كناش متعودين بالأشياء هذه وكنا نعرفوا أشخاص معينين بتصور بالمسبق تبدلت التصويرة دخلنا في نمط جديد هذا اللي أنت تعرف المترشحين على جهتك شنو دورهم وشنو يقوموا؟ هو يطول شرح الكلام دورهم ولا ما دورهم هو الدور معناها الطلبات المواطن هو كيف يرشح نائب ولا يرشح حد راهو باش ينوبوا باش يحكي على مشاغله باش يحكي له على وضعيته باش يحكي على البطاله باش يحكي على الفقر باش يحكي على الميزيريا باش يحكي على النقص في المواد و و و و هذا برسك الطلبات تاع المواطنين بينما الناس هذوما اللي متقدمين عندهم افكار اخرى ربما ينظروا بمستقبل ينظروا معنا للدراسات ينظروا باش يكونوا في وضعيه اخرى غير اللي موجوده باش يعالجوا النقائص اللي سابقه يطول معناها الحديث. وامس نسبه القبيل سمعت بها ولا؟ اي قداش؟ في حدود 12% باهي برشا ناس الموضوع هذا يعطيك الصحه سؤال الان عندي استنى فيه. مجموع الناخبين في تونس في حدود 9.5 مليون. احنا بالنسبه لنا احنا عمرنا ما كنا وصلنا للعدد هذا على خاطر التحيين وقع المره هذه بصفه فعليه. فما يلزمها الناس تفهم ما بين التحيين وما بين الناس اللي تحضر. الانتخابات في تونس دم من عام 56 العام 2025 كانت تقع على طريق الشعب وعلى طريق الزكاره وعلى طريق السلاميه وعلى طريق فرقه بالحسن الشاذلي وكل خرافه هذيك. كانت الامور فيها شويه معناها اكثر كيفاش على طريق كيفاش؟ كيف فصل ياخذ شنو هي الانتخابات كيفاش كانت تصير؟ انا قلت لك كانت تقع بالسنبالي وبالهلال وبرميان جنب جمر وكذا ويلموا من هنا وشويه حليب وشويه غرت وشويه منها وشويه من غادي وشويه شكوتهم من بعد وتثور شويه ولا ب 50 دينار ولا ب 40 دينار. شكوتهم تعاود عاد بعد الثوره. لا 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 ما كل وقت وقته. انا حكيت لك من وقت البخور حتى اللي خلتنا شكوتهم. نفس الطريقه ثلاثه هذوما اللي خدموا في تونس خدموا. واحد خدم بسيد الاسياد الاولاني الثاني خدم ما كيف واحد الله واحد الله واحد ومن بعد جاء اقبل البدر علينا ثلاثه غنايات هذوما عملوا كيما حبوا شطحوا كيما حبوا بنفس الاسلوب وبنفس الحكايه لكن تتبدل بحسب الوقت. علاش العزوف؟ 9.5 مليون راهم ما يحضروش. نسبه البطاله في تونس ونسبه سورتو هذوما الوليدات هذوما تشوفيهم هذوما من الانتساب الفوضوي ولا الخدمه الموازيه راهم كلهم من مناطق داخليه ماهوش من هنا. ما ينجمش الانتخابات. العدد نتاعهم هذوما فوق 3 ملايين. العدد نتاع الناس اللي هاجرت واللي موجودين في الخارج 3 ملايين اخرين. اما يكذبوا راه هذوما السياسيين والسفهاء هذوما يقولوا فهمت مقاطعه على ثم فما حتى مقاطعه المليون ولا المليون ونص روتوريتي هذوما هما اللي يحضروا في الانتخابات. روتوريتي كاهو تقول ما غير ما تكسر مخك. روتوريتي برك يمشي. فادي شغل موجود
عنده شويه نظره معناها نتاع دوله وكذا ينجم يمشي يخدم. اما الشباب توجيه الشباب بطل تدخل تمشي تعمل انتخابات. ما يدريش على البلاد شفاها. مش ما حتى ماهوش راضي. ما تهموش. ولذا اللي قاعدين يحكيوا على الارقام ويشكوا في الارقام ويشكوا في النسب راهم يكذبوا. والناس اللي جات تحكي على الديمقراطيه وتحكي على حقوق الانسان وتحكي على النظام الجديد من فضلكم اسكتوا. غزه فتحت المستور. لا ثم حقوق الانسان ولا ثم ديمقراطيه ولا ثم كلام فارغ ولا ثم حتى شيء. هذوما الناس اللي جايبين لنا شعارات وجايبين لنا الواحد بربي يشدوا بلايسكم ويشدوا كذا. وانا جيب الشابي وهذه سميرة شواشي وكل عصابه وملف هذيك يزي وحشمو خلينا نستخدم على روحها يزي من الكلام الفارغ. وليدات صغار توا هذوما انا شفتهم التصاور تاعهم تاع المترشحين الجدد. يا خلينا نبدلوا خويا يزينا. شنو هو ترك عمره 60 و70 سنه مازال يشد في سيتي برا شد دارك يزي وقت التشبيه معناها بالطبيعه تبدلت الدنيا توا جيش يعقلش نجيب الشابي مازال يحكي على تكنولوجيا وين يعرفها تكنولوجيا وين يعرفها وين عمره سمع بها ولا سميرة شواشي بشوية رئيس جمهورية راهو عيب راهو اللي صار فينا عمره ما صار في البلاد هذه سيف الدين مخلوفة معه في الرئاسة شيء يدوخ شيء يدوخ مش نورمال كل من هب ودب خان نولي زعما ما عادش نرجعوا الفوضى انتهى الله ينصر من صباح والله ينصر قيس سعيد اللي انا ما عندي حتى مشكل معاه المهم رتحني ما كل مناظر الحرفه ما عادش نشوفها انت تقول هكا سامحني وكلام كيما كاي صعيب شويه نقولوه لكن غيرك انت يقول ديمقراطيه هذه لابد عصر تعدد الاحزاب وتعدد وجوه سياسيه ومن حقهم هذوكم نقول لك كانوا ينظف على خاطر تونس من حقهم زاد لليوم يعبروا ويقولوا لا كلام معقول هذا الكلام هو المعقول الديمقراطيه والحقوق الانسان اللي تحكي عليها العباد شعب غزة قاعد يتذبح من الوريد للوريد وحتى حد ما تكلم وين الديمقراطية بركش الديمقراطية حقرة كان على هذوما وهذوما العصابة اللي توا تحكي على الديمقراطية وحكي على كذا في أي واحد منهم يجي يحكي لي شنو وقع يوم 14 جانفي برك توا بعد نقول له بارك الله فيك تفضل يجي خذ البلاد عملية نتاع التخريب العربي هذا جاء وقعد يدمر كامل الوطن العربي وهلكوه وكسروه باش نوصلوا للحظة هذه اللحظة صفر باش خذوا على القضية الفلسطينية والناس اللي قرروا لها الديمقراطيه وقرروا مش هذيك الديمقراطيه عندنا في الاسلام نتاعنا وعندنا في ديننا وكانت مسكنا بديننا وكانت مسكنا بحقوقنا رانا لاباس علينا وما يصيرش فينا اللي عملوا اللي صار هذا الكل. كلمه للسياسي. السياسيين راهو كذبه صدقتوها راكم عمركم ما كنتوا سياسيين وراهو كذبه وصدقتوها وجدت عليكم انتم ما عندكم حتى شيء وما تسواوا حتى شيء وما عندكم حتى شيء.